النهارده نحتفل بعيد الشرطه، وهنحتفل كل سنه باحتفال عيد الشرطه باذن الله. واحنا نازلين النهارده المولونيه وهي دعم للشرطه واحتفال الشرطه، وبنقول للسيد الفريق عبد الفتاح السيسي انت رئيس جمهوريه مصر العربيه ومحدش غيرك هينزل، وانت رئيس وهنجيبك من البيت. احنا هنجيبك يا سياده الفريق عبد الفتاح السيسي من بيتك رئيس جمهوريه مصر العربيه، واي حد غيرك ما ينفعش يا سياده المشير. احنا هنجيبك من البيت، وبقول للعالم كله على الهواء ان احنا الشعب صاحب القرار وصانع القرار، شعب مصر اللي نزل يوم 30/6 باصدار محمد مرسي عيسى العياط المجنون والمتخلف عقليا وسقط محمد مرسي، وجينا اليوم قلنا نعم للدستور ونعم للمشير عبد الفتاح السيسي. المولونيه اليوم على مستوى